مساء الخير ومساء الامل والعمل الامل في بكره احلى والعمل فرض الله. ودايما الارض بيكون عنوانها عظماء مصر الفلاحين والمزارعين في كل مكان. واهلا بيكم في حلقه جديده من بيت الخبره المرشد الزراعي. حلقه النهارده اكثر من مهمه علشان هنتكلم خاصه بصغار المربيين للدواجن وبرضو المزارع الكبيره، لان هنتكلم بصراحه الدوله موليه هذا الملف اهتمام كبير علشان خاطر احدى دعائم الامن الغذائي المصري هي تربيه الدواجن. مع ضيف الكريم هنتكلم ازاي نحول العنبر من مفتوح من النظام المفتوح الى المغلق، وهي الفوائد اللي هتقعد علينا بيها. كمان السلالات الجديده ازاي ننشئ مزرعه باقل تكلفه، خصوصا ان هو مشروع مربح ومهم جدا كالعاده في بيت الخبره. هننتظر تليفوناتكم لان كل طلباتكم اوامر. للاستفسار من ضيفي استاذ دكتور مجدي سيد حسن، رئيس قسم بحوث تربيه الدواجن بمعهد بحوث الانتاج الحيواني، مشرفنا في بيت الخبره المرشد الزراعي. اهلا بيك يا دكتور، وشرف بحضرتك وجودك معانا. اهلا بحضرتك، شرفني. الموضوع ليه شقين، شق طبعا المزارع اللي هي بتبقى يعني على اسس علميه ومعاها الاطباء بتوعها والكبار المربيين، والشق الثاني اللي هو برضه بيعنينا بالدرجه الاولى والدوله موليه اهتمامه هو صغار المربين. ولكن تعال نتكلم على الموضوع في مجمله، اللي هي الاهميه الاقتصاديه او رايحين فين، راح وصلنا لحد فين في مستقبل صناعه الدواجن في مصر. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، صدق الله العظيم. في البداية صناعة الدواجن أو تربية الدواجن علم كبير جدا، علم للمربي الصغير قبل الكبير، لأن المربي الصغير بيتعايش في بعض الأماكن والقرى من تربية الدواجن كمصدر رزق دخل ليه. بالتالي لو جينا اتكلمنا عن الموضوع بتاع الدواجن في البداية، هنقول ده صناعة كبيرة زي ما أنا قلت. الصناعة دي بتتعلق بيها أشياء كتير جدا، منها صناعة الدواجن كتكوت، بدام الكتكوت، بتخش بعد كده في مكان التربية، بتخش بعد كده في الأعلاف اللي بياكلها الكتكوت دوت عشان يوصل للهدف من التربية بتاعته، سواء إنتاج بيض أو سواء إنتاج لحم. كل الكلام ده مهم جدا، ومهم جدا بالنسبه لاي واحد مربي، خاصه اللي ما عندوش خبره. احنا عندنا في المعهد اللي هو معهد بحوث الانتاج الحيواني في دكاتره وفي خبرات كويسه جدا في مجال تربيه الدواجن، والدكاتره دولت بيقوموا ببعض الدورات التدريبيه على مدار السنه، 3 أو 4 دورات بيعملها القسم عندنا عشان صغار المربيين، وعشان الراجل اللي ما يعرفش حاجه في الدواجن نقدر نعرفه ونعلمه ونديله قالب به دواجن. بالنسبه لألف به دواجن، بتبتدي مثلا من الكتكوت، اعرفه ايه السلاله اللي بيختارها، اعرفه نوعيه الانتاج اللي ممكن ينتجه الكتكوت دوت تبع للهدف من التربيه، سواء انتاج بيض او انتاج لحم. اعرفه ايه هي سلالات انتاج البيض، ايه هي سلالات انتاج اللحم، وهل هي نوع واحد ولا اكتر من نوع، وهل هي من محليه ولا مستنبطه ولا تجاريه. بعرفه كل الكلام ده كله بيعرفه. باجي بعد كده اخش فتره الحضانه، فتره الرعايه، فتره انتاج البيض او انتاج اللحم على حسب الهدف من التربيه. بخش بعد كده ازاي اعلمه او اديله دراسه جدوى مصغره يعمل المشروع عشان يحقق اعلى ربح بدون الوصول للخسائر. يعني باختصار باجي بتكلم في اخر بقى حاجه عن الباي سيكيورتي او الامان الحيوي، ازاي يطهر العنبر، ينظفه، يقوم بالامان الحيوي كله، ازاي بعد كده يقاوم الامراض، وازاي يحصن الطيور بتاعته ويديها الادويه بشكل سليم. ده بالنسبه للندوات التوعويه او الارشاديه اللي حضرتك بتقوم بها من حس مثلا مركز البحوث ثم معهد الانتاج الحيوان. تمام. لكن تعالى ناخد الخطوه كده، نبدا السيناريو من الاول. انا شاب وعايز اعمل مزرعه صغيره على قدي. تمام. ايه هي المعايير اللي لازم تبقى موجوده عندي او الف بها احطه ببالي كده بحيث ما ابداش اول خطوه غلط؟ تمام. طبعا بيجي لنا كتير نماذج في المعهد من اللي حضرتك بتقول عليه. تمام. اي واحد الاول بيجي لي يا دكتور انا عايز اعمل مزرعه، اقول له عشان تعمل مزرعه انت عندك المكان اللي بتقوم عليه المزرعه او اللي انت هتنشئ عليه المزرعه بتاعتك؟ تمام. يقول لي عندي المكان، اقول له مساحته قد ايه؟ بناء على المساحة أقدر أحدد العدد اللي أنا بربيه في دورة التربية اللي هو بيربيها. تمام. باجي بعد كده أسأله سؤال تاني، هل أنت درست التسويق بتاعك؟ أيوة. أنت هتربي إنتاج بيض ولا تربي إنتاج لحم؟ قال لي أنا أربي إنتاج لحم. هل أنت درست تسويق إنتاج اللحم اللي ناتج عندك؟ لو الدورة بتاعتك على سبيل المثال دلوقتي دورات التسمين وصلت 30-35 يوم، فبالتالي بقول له أنت ال 30-35 يوم خلصوا وعندك فراخ عايزة تتسوق، تعرف تسوقها صح؟
هيقول لي اه بعرف اسوق. طب بناء على ايه؟ اقول له ادرس السوق، ادرس صحيح. الاسعار، ادرس كل الكلام ده كله. شوف سعر الكتكوت قد ايه، شوف الكتكوت هياكل معاك طول الدوره قد ايه، الكفاءه التحويليه بتاعته قد ايه، بمعنى هياكل كام كيلو جرام علف عشان يديله كيلو جرام لحم واحد. صحيح. كل الكلام ده بعرفه للمربي. اجي بعد كده اخش له بقى في منطوق ان انا ازاي يقدر يظبط المكان اللي هربي فيه. ازاي ينشئه، ازاي يبتدي يفرش العنبر فرشه كويسه، سواء نشاره خشب خشنه، نشاره خشب ناعمه، سواء تبن قش، على حسب الماده المتوفره عنده كفرشه. اجي بعد كده اقول له حاجه مهمه جدا، انت عندك في مسائي وفي معالف. المسائي دي بحط فيها ميه، لازم تاخد جوده الميه وتحلل عينه من الميه عشان صحيح. تاكد ان الميه دي صالحه للاستهلاك الادمي الاول عشان تبقى صالحه لاستهلاك الدواجن. اجي بعد كده برضه اقول له العلف، العلف ده بيكلف اي واحد بيقوم على مشروع الدواجن ما يقرب من 60 65 ممكن يصل ل 70% مع ارتفاع اسعار الاعلاف في الوقت الحالي ده. صحيح. فكل دي حاجات انا بقولها لراجل واحد، الراجل المربي. باجي اقول له ازاي تربي. طب لو ادينا كم مثال كده بحكم المعايشه، اكتر تمام. الاخطاء اللي هو بيقع فيها اللي رايح يفتح المشروع بتاعه تمام. تمام. يعني تحذره تقول له لا 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 ما ينفعش تعمل ده اكتر تمام. حاجه يعني بحس ان ايه يعني كتير من مشاهدينا مش بيجوا لحضرتك بطريقه مباشره، ولكن تمام. احنا منبر هنا للتوصيل المعلومه، وبستثمر وجود حضرتك معايا انك انت تقول باذن الله ايه هي الاخطاء اللي بيقع فيها اللي حابب يربي دواجن في البدايه. يعني طبعا انا عايز اقول لحضرتك ان انا وجودي مع حضرتك ده شرف ليا، ده شرف واضافه وشرف ان اي واحد مربي يستفاد باي علم انا اعرفه طبعا. وفعلا ده احنا نسال يوم القيامه على العلم بتاعنا، زكاه علم طبعا. فبالتالي بقول لاي واحد مربي، المعهد عندنا برضو مفتوح، القسم عندنا مفتوح في المعهد في اي وقت وبدون اي مقابل لاي تمام. واحد مربي عايز يستفاد من تربيه الدواجن وازاي يربي دواجن باسلوب سليم. اجي انا اقول لاي واحد مربي انت عايز تربي او الكلام ده كله ابتدي الاول عشان امكانياتك تبقى مناسبه، حدد الاول راس المال بتاعتك قد ايه عشان ما تجيش تصرف جامد وتيجي في الاخر تحتاس او الكلام ده كله. يبقى صحيح. انت عارف الاول مقدرتك الماليه قد ايه، عدد الطيور اللي هتربيها قد ايه، امكانيه تسويها امتى الكلام ده كله. اجي برضه اقول لاي واحد مربي عايز تتعلم، ابتدي الاول خد ا ب تربيه دواجن. ازاي تختار الكتكوت السليم، ازاي تختار السلاله الملائمه لنوعيه الانتاج اللي انت عايز تربيه، ازاي تقاوم الامراض لان انت عارفين ان امراض الدواجن لا حصره لها كتيره وبسبب بيبقى فيه نفق كتير وبتبقى بدايه الخساره. تمام. صحيح. ودي برضه احد اسباب الخساره في مزارع الدواجن في الفتره برضه الاخيره وفي الفتره مرينا بيها ومن السنوات الماضيه اللي فاتت كلها، لقينا مرض انفلونزا الطيور، لقينا بعض الامراض اللي خسرت مربين مبالغ كبيره جدا. بقول لاي واحد مربي ازاي تتعلم تحط الادويه امتى، ازاي تقاوم الامراض، ازاي تحصن الطيور بتاعتك دي ببرنامج تحصين مناسب تبع للعمر وتبع للطريقه اللي انت بتحصن بيها، ازاي تقدم العلف بطريقه الطائر ممكن يستفاد منه اكتر استفاده ويديك اعلى معدل غذائي، مش اعلى معدل لا يعني افضل كفاءه تحويليه. الطائر لو كل كميه علف قليله واداني كميه لحمه عاليه، ده هنا حقق المرجو من انتاج اللحم. انما لو كل معاه كميه علف كبيره واداني كميه لحم قليله، هنا بيحقق خساره لا حصره لها. والخلط اللي بيحصل ما بين بدايه التسمين الاعلاف، العلف البادي غير العلف الناهي، غير طبعا في الفتره الزمنيه بتاعته زي ما حضرتك بتقول التطعيم وطرق التسمين الصحيحه. انا عايز بس ادي مثال تقريبي ان ممكن يكون مزرعه بحجم صغير قد ايه، عنبر صغير ممكن يشيل كام طائر، فبالتالي تمام. بدايه التكلفه بتاعته، لان ممكن كلام حضرتك يشجع ناس حابه تبقى مقبله على ده، يعني ادي الكلام ده بلغه الرقم. تمام. هو انا بقولها بلغه الرقم، بقول انا لو بربي فراخ تسمين او كتكوت تسمين لدوره بتتراوح دلوقتي في الوقت الحالي، كانت الاول 42 يوم، كانت 6 اسابيع، لا دلوقتي المده قصرت وقلت نتيجه الانتخاب والتحسين الوراثي في السلالات المتخصصه في انتاج اللحم وصلت 30 35 يوم. يعني ما يقرب من حوالي ايه؟ 5 اسابيع. صحيح. 5 اسابيع. بقول له ان انت خلال الفتره ديت وعشان تحقق الارباح اللي انت عايزها او الكلام ده، لابد من مراعاه حاجه مهمه جدا. الفتره دي اللي انت بتربي فيها الكتكوت، تراعي نوعيه الكتكوت اللي انت بتختاره، السلاله لازم تختار السلاله جيده، السلاله التجاريه زي سلاله الاربوريكرز، الهابرد، الروس، الكاب، دي سلالات كوميرشال في انتاج ايه؟ انتاج اللحم. احنا عندنا في المعهد حوالي ما يقرب من 16 سلاله، 13 سلاله مستنبطه، في 3 سلالات محليه، دول لو قلت اساميهم يعني ممكن بعض المربين يعرفوهم، دي موجوده في محطات معهد الانتاج الحيواني، اللي منهم حوالي 3 محطات في الوجه الابلي و6 محطات في الوجه البحري. دي ممكن المربي ياخدها بسهوله جدا وبالتالي متاحه ويشتريها عادي. مفيش اي مشكله من مصدر الصراحه. مفيش اي مشكله خالص. بالتالي ممكن نربي هذه السلالات. بيحط في الصيف
لو هو بيربي دجاج تسمين عدد اقل من الشتاء طبعا عشان الازدحام والكثافه العدديه والكلام ده كله. فبقول لاي مربي انت عايز تربي في مساحه معينه، احسب المساحه بتاعتك طول في عرض قد ايه، يبقى كم متر مربع. لو انا عندي سي مساحه مثلا 100 متر، هنقول مثلا 20 متر طول في 5 عرض على سبيل المثال، اديتني ال 100 متر مربع. ال 100 متر مربع ديت بحط فيه المتر المربع من 10 ل 12 كتكوت او طائر في فصل الشتاء، وبقلله حوالي 2، ممكن توصل من 8 ل 10 في فصل الصيف. ده ببعض السلالات ممكن تزيد 2، يبقى من 12 ل 14 في فصل الشتاء، وبقللها من 10 ل 12 في فصل الصيف. كل الكلام ده بناء على المساحه وبناء على العدد، اقدر احدد العدد اللي يتلائم مع المساحه اللي موجوده عندي والحيز اللي انا بربي فيه. تمام. فبقى عارف انا دلوقتي العدد اللي بربيه خلال الموسم اللي انا بربيه، وبيختلف على العدد زي ما انا قلت تبع لموسم التربيه في الصيف ولا في الشتاء. تمام. في عنابر قائمه دلوقتي بالفعل اللي هي العنابر القديمه التقليديه اللي احنا بنسميها عنابر مفتوحه. تمام. تعظيم الفايده ده على حد معلوماتي، والمعلومه الاجدى هتبقى عند حضرتك، ان احنا حولناها من مفتوح نظام المفتوح الى النظام المغلق، هيبقى الكنترول اعلى من حيث التسمين والتهويه والتحكم في الامراض. عايزين برضو ننوه للناس اللي هي فوائد تحويل النظام العنابر من النظام المفتوح الى النظام المغلق يعني. تمام. طبعا في العنابر المفتوحه زي ما هي من اسمها عنابر مفتوحه، معرضه للجو الطبيعي. صحيح. الاقي نظام التهويه عن طريق الشبابيك، عن طريق مراوح السقف، عن طريق بعض المراوح، عن طريق بعض الشفاطات، الاقي الاضاءه بتاعتي، الطائر بياخد الاضاءه بتاعتي المفروض في دجاج التسمين بياخد من 20 ل 24 ساعه خلال الدوره. تمام. في البدايه بديله 24 ساعه عشان يعرف مكان المسائل المعالف الحاجات دي كلها، واجي بعد كده اقلله عدد ساعات الاضاءه عشان يريح شويه وعشان يهدى بعد ما ياكل ويشرب، بحيث احسن من المعاملات الهضميه واحسن من الكفاءه التحويليه. باجي في العنابر المفتوحه بعتمد في الاضاءه على الاضاءه الطبيعيه بتاعتي، بنزل الستائر بتاعتي في المكان اللي انا بربي فيه او العنبر المفتوح حوالي من الاضاءه الطبيعيه بتاعتي في اليوم بتكون من 12 13 ساعه طبيعيه، واجي اكمل الست سبع ثمان ساعات اضاءه صناعيه عن طريق الاضاءه زي الاضاءه اللمبات الصفراء او اللمبات البيضاء، بحيث ان انا اكمل. انما في الكلوز سيستم او العنبر المقفول بيكون عنبر مقفول، كل الاضاءه بتكون صناعيه عن طريق روم كنترول او غرفه تحكم بتحكم في عدد ساعات الاضاءه. ده على سبيل المثال. نفس النظام باجي اقلب العنبر لو انا عايز اقلبه من مغلق من مفتوح لمغلق، بحاول برضه اتحكم في التهويه، اتحكم في الاضاءه، اتحكم في التغذيه، اتحكم في الميه اللي انا بقدمها للطيور بتاعتي، اتحكم في التخلص الامن من مخلفات الدواجن في صوره زرع عن طريق كسح هذه المخلفات برضه. كل الكلام ده بيتم اوتوماتيك، بيتم عن طريق روم كنترول او غرفه تحكم اقدر اتحكم فيها وانا في اي مكان من خلال غرفه، بقدر اظبط عدد ساعات الاضاءه بتاعتي، النور يطفي اوتوماتيك ويطفي ويولع اوتوماتيك عن طريق تايمر وعن طريق ترموستات متحكم فيها عن طريق لوحه التحكم. برضه نفس النظام بتحكم في التهويه، اطفي مروحه، ازود مروحه، كل ده الكلام ده عن طريق برضه غرفه التحكم. الحاجه الاهم برضه ان انا بعزل الطائر عن الظروف الخارجيه اللي بيتعرض ليها، بالتالي الطائر موجود في مكان امن سليم خالي من اي مسببات مرضيه. كل حاجه موجوده عنده، سواء اضاءه، تهويه، تدفئه، كمان في برضه هياتر اوتوماتيك بلاقيها موجوده في العنابر المغلقه، بالاضافه ان انا ممكن اقدر احسن من الكفاءه التحويليه واحصل على اعلى وزن في العنابر المغلقه. بس في مشكله بقولها لاي مربي، ان هي بتكلف شويه عن العنابر المفتوحه. ممكن لو واحد عنده امكانيات ماديه يربي في العنابر المغلقه ديت، ويفضل، ودي نصيحه برضه بقدمها لاي واحد مربي صغير، اما اجي اربي دجاج التسمين بالذات نظرا لثقل وزنه عند التسويق او الكلام ده كله، اربيه في الارض افضل من تربيته في البطاريات، ليس كما يتم تربيه الايه الدجاج البياض. لان الدجاج البياض انا محتاج نظافه البيض، يعني ما تفضلش العنابر اللي هي الادوار، لا الممكن الادوار دي برضو في انتاج البيض. العنابر اللي بيحتوي على بطاريات ادوار دي بتبقى في تربيه انتاج دجاج انتاج البيض، انما دجاج انتاج اللحم يفضل تربيته على الارض على الارض. ليه؟ منعا لحدوث كدمات في الصدر، منعا لحدوث يحصل كدمات في الارجل، يحصل بعض الاصابات، بلاقي في ان المكان ضيق والطائر ما بياخدش راحته في الحركه. صح. فبالتالي ده بيأثر على معامل التحويل الغذائي بتاعه، الطائر بياكل وينام، ممكن الطيور الثانيه تدوس عليه تضغط عليه،
يحصل نفوق، يحصل مشاكل في تربيه الدواجن في البطريات بالنسبه لدجاج التسمين. انها بالنسبه لدجاج انتاج البيض في عنابر كلوز سيستم، عنابر مقفوله بتكون مجهزه من كل او من جميع الجوانب، سواء في عدد ساعات الاضاءه او سواء في التهويه في الاضاءه، بتكون بطاريات، البطاريات دي بيكون اكتر من دور، بتبتدي من 3 أدوار في 4 أدوار في 5 أدوار لغايه اكتر من 5 6 أدوار بتكون موجوده، وسهل جدا هتحكم في التغذيه، هتحكم في كل حاجه بالنسبه للطائر، بحيث ان الطائر ياخد كل احتياجاته. البطاريات دي بيتم استخدامها في دجاج انتاج البيض، وخاصه الكوميرشال التجاري. وبرده في بطاريات عندنا برده في بعض المحطات بيتم تربيه السويات المحليه والسويات المستنبطه اللي موجوده في معهد عيش الانتاج الحيواني. والنظام المغلق يعني على ذكر كلام حضرتك بتقول ان هو بتعمل كنترول لكل حاجه، تمام، التهويه والتغذيه والاضاءه، وبالتالي بالتبعيه تقليل الامراض اللي ممكن تيجي. انت بتعمل كنترول لمدخلات الامراض، صح؟ صح. دي نقطه مهمه جدا. وبرضه بقول لاي واحد مربي لابد من مراعاه نوعيه المسكن اللي انت بتربي فيه بما يتلائم مع الطيور اللي انت بتربيها. هل هي سلالات تجاريه، سلالات محليه، سلالات مستنبطه؟ كل ده بيختلف، لان كثافه القفص اللي انا بربي فيه، عدد الدواجن اللي انا بربيها بيختلف على حسب نوعيه التربيه. ماشي. استاذنك مشرفنا بالاتصال الاستاذ عزت من اهالينا من اسكندريه. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذنا. اتفضل. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بخير. بالنسبه لو انا في منطقه برج العرب وعايز اجيب كتكوت تسمين، تمام، اقرب مكان ليا ايه؟ حاضر. هو برج العرب وعايز اجيب الكتكوت التسمين، في اقرب محطات خاصه؟ هو انت حضرتك منين؟ من برج العرب. احنا عندنا في برج العرب محطه ويطلق عليها محطه برج العرب، ودي موجوده هناك قريبه من حضرتك، اسال عليها قول لهم محطه البحوث بتاعه الانتاج الحيواني اللي فيها فرع دواجن هناك، خاصه بالدواجن، فيها اكتر من حوالي 5 6 سلالات، سلاله الجهورن، فيها سلاله مطروح، فيها سلاله بيطلق عليها سلاله البهيج، سلاله السلام، فيها سلاله الصباحيه الذهبي، وفيها برضو سلاله البهيج والسلام. دول من السلالات المتخصصه او اللي بتميل لانتاج اللحم. فبالتالي دكتور مجدي بعد اذن حضرتك، اتفضل يا فندم. ممكن بس افضل نوع يمشي في الظروف اللي هنا دي؟ هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه واكمل برضو بقيه النقطه، اقطع برضو الكلام بتاع حضرتك، ان السلالات اللي بقول لحضرتك عليها دي تعتبر سلالات مستنبطه بتمتاز بمميزات جميله جدا، وخاصه في فصل الصيف تتحمل درجه الحراره العاليه، هو تقاوم الامراض. الكلام ده هيلاقي هناك السلالات، هيلاقي السلالات دي موجوده. بياخد على افضل نوع منهم ولا كلهم كويسين؟ هو لو عايز حاجه، عايز سؤال محدد، هو لو عايز سلاله بتميل لانتاج اللحم او تديك لحم في فتره بسيطه وبتدي اوزان كويسه، تمام، يكون بيكون سلاله البهيج او سلاله السلام. سمعت الاجابه يا استاذ عزت؟ ودول ممكن تلاقيهم برضه على المحطة. طيب ان شاء الله خير، ربنا يطرح لك في البركه باذن الله. وكمان من اهالينا من اسكندريه مشرفنا الاستاذ هلال، اهلا بيك. استاذ طه بحييك، وكل سنه وانت طيب، وحيي ضيفك الكريم. تحياتي لحضرتك. احنا دلوقتي طبعا برغم انخفاض سعر الدواجن البيضاء بقالنا يعني دلوقتي داخلين فهو بتاع 2 3 أسابيع، الا انه ملاحظين ان في ارتفاع في اسعار الدواجن الحمراء والدواجن البلدي عموما. هو ايه السبب؟ يعني بقالنا حوالي تقريبا 2 شهر المعروض من الفراخ الحمراء قليل، وطبعا السعر عالي، بخلاف بقى موضوع العلف ومش العلف، وعموما هي اسعار الكتاكيت منخفضه في الغالب سواء البلدي او الابيض. لو اسمح لي يا حاج هلال، انا حضرتك لاحظت حاجه، حضرتك كده مستهلك زينا مش مربي، ولكن هتسمع الاجابه. لا معاك والله، انا بايدك والله، يا رب الكيلو يكون ب 8 جنيه يعني، حتى مش 8 كيلو العالم. لا انا هرد عليك يا حاج هلال، ده وصل ل 50 جنيه لا احنا بنتمنى انه يرخص، لكن انا مدرك كلام حضرتك. انا بكلمك وانا مربي ومستهلك، واخد بالك، وقريب جدا من تداول الدواجن. تمام. انا مهندس زراعي، واخد بالك، وعندي خبره كبيره قوي، اشتغلت انتاج حيواني واشتغلت انتاج زراعي في مزرعتي الخاصه وكل حاجه. تحياتي ليك. بس انا بقى ايه يعني ليا ملاحظات، وكان نفسي داخل اعمل مداخله اول امبارح مع الدكتور عبد العزيز السيد، بس للاسف ما كنتش موجود في البيت. لا، مصر الزراعيه وكل منابرها تحت امرك يعني، خصوصا حضرتك ابن المكان والمهنه العريقه يعني. هتسمع الاجابه دلوقتي من الدكتور. تحياتي.
انا سمعت السؤال يا حاج هلال. باشمهندس هلال، وشرف لينا ان انت تكون معانا في مجال الهندسه الزراعيه، وان انت حضرتك صاحب مزرعه. انا عايز اقول لحضرتك ان الدواجن دي بيتحكم فيها بورصه، والبورصه دي مهمه جدا. يعني انا يوميا بخش على البورصه اشوف اسعار البيض البلدي، اشوف اسعار الدجاج البلدي، اشوف اسعار الحاجات دي كلها، وابلغ مدير المحطات بالاسعار. يبتدوا يغيروا الاسعار ما بين يوم وليله. والكلام ده كله واقع على مستوى صناعه الدواجن في مصر. تمام. بالنسبه للدجاج الاحمر بقى وبالنسبه للسلالات الحمراء والسلالات البلدي بتكون اعلى ليه؟ لان دي سلالات بتدي اوزان اعلى، دي سلالات ممكن تطول شويه في فتره التربيه بتاعتها، بالتالي بتتكلف اكتر معايا، فبالتالي لما بتاكل اكتر عشان تديني وزن جسم اعلى، المفروض ان سعر الكيلو جرام لحم احمر او سعر الفراخ البلدي بيكون اغلى شويه. وعايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا، الفراخ الحمراء والفراخ البلدي، انا مش عشان راجل بتاع دواجن، لا انا دقتها طبعا، وكلنا كان الفراخ الحمراء والفراخ البيضاء، لقينا الفراخ الحمراء وخاصه الفراخ البلدي بيكون طعمها بمذاقها اجمل واسهل في المذاق وسهلة الاستساغة، وبلاقيها على فكرة برضو من ضمن الملاحظات قليلة في نسبة الكوليسترول عن الفراخ التانية اللي تكون بيضة أو الفراخ التجارية. كل الكلام ده مهم جدا، وخلي بالك في تربيتها لو انت بتربي فراخ حمراء او الكلام ده كله، في بعض المحطات عندنا فيها سلاله يطلق عليها سلاله سينا زي محطه السرو. هناك فيها سلاله سينا برضو قريبه من الفراخ الحمراء ديت واسعارها كويسه. في فراخ زي فراخ المنظره، في فراخ زي المنتزه الذهبي، في سلاله زي الصباحيه الذهبي موجوده في برج العرب برضو قريبه من اسكندريه. كل دي لونها احمر وبتمتاز برضو بكل الكلام اللي انت حضرتك بتقوله، وما بتيجي تربيها وتسواها بتجيب لك عائد عالي جدا، نظرا لان هذه السلالات تعتبر مقاومه للامراض، استهلاك العلف قليل، بتعتبر ذات مذاق للمستهلك مستساغ ومستحب. يعني منطقي ان يكون سعرها اعلى. ده الوضع الطبيعي، وده الوضع الطبيعي. الدوره الانتاجيه بتاعتها بتبقى اكتر اذا كان دي هي نفس الدوره، بس يمكن بطول يوم او يومين كده على اساس ان برضو ايه فتره بسيطه. وعايز اقول برضو حاجه مهمه قبل ما حضرتك تخش في الحوار اللي جاي. طبعا كلام حضرتك كله مهم، لكن يعني طال معانا الانتظار من الحاج اسماعيل من اهالينا من البحيره. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. عاوزين السلالات اللي تنتم عندنا في محافظه البحيره. حاضر. بيسال على السلالات اللي ممكن تلائم الجو في محافظه البحيره. تمام. تمام. في سؤال تاني؟ لا يا فندم. حضرتك لسه هتبدا المشروع؟ لسه هنبدا المشروع. ان شاء الله بدايه خير، ولكن الدكتور بينصحك يا ريت تعملوا عنابر مغلقه، يعني حتى لو تكلفته اعلى ولكن ربحه بتبقى تعظيم الفايده منه اعلى، يعني ان شاء الله ربنا يطول. عاملين النظام اللي هو الخلايا و شفطات. ده مغلق ولا نص مغلق؟ لا بتخش في المغلق لحد ما اللي هي يعني نص مغلق، يعني عن طريق نص مغلق او الكلام ده كله. وبعدين بعد كده ممكن تقلب النص مغلق لمغلق عن طريق ان انا بحور كل الكلام ده كله، وعن طريق الروم كنترول واقدر اتحكم في كل حاجه واقفل كويس وادي تبريد وادي خلايا تبريد والكلام ده كله. ان شاء الله تعالى من الارباح باذن الله يبقى العنبر رقم 10 كده والنظام المغلق، لان الدوله اصلا هي بتناشد بالكلام ده كله ان شاء الله، او في المناطق الجديده خاصه. بالنسبه للسلالات اللي هو في البحيره، في البحيره بقى، هو انا برضه اكمل برضه للحاج اللي كان بيتكلم من شويه نقطه مهمه. على فكره امتى يا حاج او امتى اللي بتقول ان السلالات الحمراء او السلالات البلدي كان سعرها ارخص من البيضة؟ احنا لما نروح لاي واحد فرارجي بنشتري فراخ بنلاقي على طول السنه الفراخ الحمراء والفراخ البلدي اعلى من الفراخ البيضاء بتاعتنا، ودي حاجه طبيعيه، بس ابتدت تشد شويه مع ارتفاع سعر الاسعار بتاع العلف والكلام ده. تمام. بالنسبه بقى لمحافظه البحيره. أيوة. اللي هي يعتبر دمنهور وايتاي البارود والاماكن ديت. هتسمعنا من التلفزيون يا استاذ اسماعيل. اتفضل. بنلاقي ان دي برضه قرب ليها محطتين، احنا كان عندنا في محطه الصباحيه دي موجوده في اسكندريه. تمام. وفي محطه برج العرب برضه تابعه لاسكندريه قريبه من البحيره. تمام. دي برضه فيها نفس السلالات اللي انا اتكلمت عليها من شويه. السلالات المحليه والمستنبطه دي بتمتاز مميزات عديده، اختارها في في الجو الحار. ان هي بتقاوم درجه الحراره العاليه، ما بتاخدش ادويه كتير، استهلاكها العلف زي ما انا قلت قليل، مقاومه للامراض، استهلاكها للفاكسينات والادويه بيكون اقل من السلالات التجاريه. تمام. وفي نفس الوقت اما اجي اربيها بربي عدد كبير في مساحه اكبر من السلالات، عدد كبير من السلالات التجاريه في نفس المساحه. طب كلامه ده يا دكتور هاخدنا للسؤال، هو ينفع جغرافيه المكان مثلا بتاع التربيه في الصعيد غير وجه
توجه بحري غير مثلا الدلتا، هل المكان ده بيفرق في اختيار السلاله معينه ولا طبعا لا؟ طبعا انا عايز اقول لحضرتك احنا عندنا في ثلاث محطات في ابلي، في الفيوم وفي سيتس بني سويف، وعندنا محطه في ملاوي المنيا. يعني اللي اتربى في اسوان ما ينفعش في اسكندريه؟ لا مش ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها ما ينفعش. السلالات ممكن تتربى في اي مكان، بس هيئ لها الظروف البيئيه اللي مش هيبقى مجزي بالمعنى يعني. هيئ لها الظروف البيئيه اللي هي مناسبه للتربيه، سواء في الصيف او الشتاء، او سواء في ابلي او بحري. وعايز اقول لحضرتك برضه حاجه مهمه، احنا عندنا ست محطات في بحري، في دمياط، في السرو، في اسكندريه الصباحيه وبرج العرب، في محطه انشاص في الشرقيه، وفي محطه جميزه في الغربيه، وفي محطه سخا في كفر الشيخ. التربيه السلالات هنا هتلاقي السلاله الواحده موجوده في محطتين من التسع محطات اللي انا قلتهم. ممكن الاقي سلاله موجوده في ابلي الاقيها في بحري، مفيش مشكله خالص. لان السلالات بتتاقلم، من برده من ضمن مميزات تتاقلم مع الظروف البيئيه المغيره او الصعبه اللي انا اربي فيها الدواجن، وفي نفس الوقت بيكون ان انا بحط لها مضادات حيويه وادويه واستهلاكها للعلف والحاجات دي زي ما انا قلت اقل. والاخطر من كل ده مقاومه للامراض. فبالتالي مع الظروف البيئيه الغير معاكسه، انا لما اجي راجل مربي وعايز اربي دواجن، اقبل او اربي هذه السلالات اللي هي سلالات محليه ومستنبطه، افضل من السلالات الكوميرشال اللي انا قلتها بالنسبه للتسميم. ليه؟ لان الظروف البيئيه المعاكسه سواء حر او برد في اي منطقه من المناطق ديت، ممكن الفراخ بتاعتنا احنا المحليه والمستنبطه اللي موجوده عندنا في محطات معهد التاج الحيواني تقاوم هذه الظروف المعاكسه. انما الفراخ التجاريه دي جايه من بره مصر، جايه من اوروبا، جو حر، جو برد، ممكن ده يتاثر معانا مع درجه الحراره العاليه، فبالتالي صعوبه تاقلمها مع هذه الظروف البيئيه. فبالتالي يفضل تربيه هذه السلالات المحليه والمستنبطه لاي واحد عايز يربي في المناطق الساحليه او المناطق الايه الصعيد او الكلام ده. تمام استاذ، مشرفنا بالاتصال الحاج اسماعيل من البحيره. اهلا بيك. احمد اسماعيل. اهلا بيك يا حاج احمد. السلام عليكم يا باشا. وعليكم السلام ورحمه الله. احنا عايزين نتصل بالدكتور اللي بيتكلم مع حضرتك ده. سامعك الدكتور، اتفضل. هو بيقول لنا السلالات، انا مربي صغير، انا عندي خمس سلالات. خمس سلالات. زي ما اروح محطه ما بجيش الدنيا. معلش يعني انا مش سامع حضرتك كويس، استاذنك تاني السؤال. نعم مش سامعك كويس، اتفضل. طيب كده كويس يا باشا؟ عشان الشبكة. تمام اتفضل. ايوه بالنسبه للفراخ اللي هو الدكتور بيتكلم عليها، حجز المحطات تسع محطات، احنا ما بنطروش، احنا مربين صغيرين دي ما بنطروش منهم حاجه. كل المربين الكبار بس. تمام تمام. انا عايز اتحداها يجي، انا ممكن اجبر البرنامج عنده كده اكلمه، لكن انا في التليفون ما ينفعش. بس هم بيقولوا المحطات والدكتور بيقول المحطات. والمحطات دي لا ما بتديش المربين الصغيرين. طيب حضرتك رحت ومنعوا عنك انك انت تاخد الطيور؟ الصلاحيه دي انا كنت بحجز منها سنه 88 و84 من اول 82. تمام. وقطعوا خالص. اخر مره رحت اي انهي محطه اللي حضرتك بتكلم عنها؟ ومين تحديدا اللي منع؟ لان احنا البرنامج المرشد لكل برامج مصر الزراعيه حق المؤسسه العامه للدواجن. المؤسسه العامه للدواجن تبع المؤسسه العامه للدواجن. طيب طبعا طيب الدكتور بياكد لك ان الـ الاسم اللي حضرتك قلته ده مش تبع خالص. هرد عليه بس رد صغير كده. انا هقول لحضرتك اهو. ما فاهم تبعه. المحطات دي كلها دي خلاص انفضت، المؤسسه العامه للدواجن انفضت من زمان ووقفت. طب فين المشكلة برضو؟ ما اذا كانت مش تبع الدواجن فمين يحاسب؟ انا اقول له بس الدكتور هيرد. طب الدكتور هيعقب اهو على كلامك، هيرد عليك. بص يا حاج احمد، هو انا عايز اقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، المحطات البحثية ديت فيها جزء انتاجي وفيها جزء بحثي. الجزء الانتاجي انت كراجل مربي صغير عايز تحجز عدد من الكتاكيت، بتروح المحطة ديت تشوف السلالات الموجودة في المحطة، تلائمت ظروفك مع سلالة معينة تحجز منها. وعندها عايز اقول لحضرتك مفيش محطه من تسع المحطات اللي انا قلتهم ما بتلاقيش فيها السلالات اللي انا بقول لك عليهم، مفيش مربي صغير قبل الكبير عايز يحجز هذه الكتاكيت من هذه القطعان الا بيلاقي كل اللي هو عايزه، اي اعداد عايزها بيحجزها، ولان الاعداد عندنا الحمد لله كويسه وممكن بتديك بيض مخصب كويس وبتديك عدد كتاكيت مناسب، فبالتالي الاعداد اللي انت عايزها كلها متوفره في اي محطه انت عايزها. وغير كده كمان حاجة مهمة جدا، الكتكوت بيكون سعره رخيص بالمقارنة بالسلالات التجارية، بيوصل من 3 ل 3.5، في بعض الأحيان بيوصل ل 4، في حين إن السلالات التجارية اللي أنت ممكن تاخدها ممكن توصل في بعض الأوقات من السنة لضعف الثمن ده. وعايز أقول برضو حاجة مهمة جدا، كل السلالات بأنواعها بأشكالها اللي أنا قلتها ديت أو في محطات زي سلالة
الفيومي زي سلاله الدندراوي زي سلاله سينا. طب انا عندي اقتراح باذن الله كمان اكراما للحاج احمد وكل مشاهدينا، يبقى في تواصل بعد الهواء مباشر مع مفيش مشكله الكريم. خالص انا هدي حضرتك تليفوناتي واي حاجه موجوده. ده اقتراح يعني ده حقهم. مفيش مشكله حاج احمد خلاص ان شاء الله تعالى بعد الهواء هيكون في تواصل مع الدكتور مباشر، واذا كانت الاشكاليه دي محل النظر هتوصل ان شاء الله تعالى فيها النتيجه، وهنتابع معاك في المرشد الزراعي مشاهدينا في بيت الخبر المرشد الزراعي. فاصل ونواصل مشاهدينا، بنجد بحضرتكم التحية مرة أخرى في بيت الخبرة المرشد الزراعي. مازال الحديث متواصل على مستقبل صناعة الدواجن في مصر. بنتكلم مع ضيف الكريم على السلالات المحلية والفايدة اللي هي بتقدمها للمربي أكثر من السلالات القادمة من الخارج أو الأجنبية، على أساس أن هي بتتلائم مع الظروف البيئية. كمان منتظرين تليفوناتكم كالعادة، لأن كل طلباتكم وأوامر في بيت الخبرة. للتواصل مع ضيفي أستاذ دكتور مجدي سيد حسن، رئيس قسم بحوث تربية الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيوان. أهلا بك يا دكتور كمان مرة. كنت بتكلم حضرتك على الروشتة اللي بتقدمها للمربيين والأصناف المحلية واللي هي أفضل من الأجنبية عشان بتتلائم معنا. تمام. ده هياخدني للسؤال، إيه هي الأنواع اللي إحنا تم استنباطها وبقت مصرية أو محلية 100%؟ تمام. وأنا يمكن قبل ما نقطع الحوار دوت من شوية كلمت عن ثلاث سلالات محلية أساسية. في سلالة الفيومي، في سلالة الدندراوي، في سلالة السينا. الثلاث سلالات دول يعتبروا ثلاث سلالات محلية. تمام. في بعد كده عندنا والحمد لله وفضل ربنا كانوا 11 سلالة مستنبطة، دلوقتي بقى حوالي 13 سلالة مستنبطة. نقول اساميهم برضه عشان بعض المربين اللي يسمعوا برضه اسم زي كده يعني. يسمعوا عن اسم سلالة زي كده يقول انا اول مرة اسمع الاسم ده. في سلاله يطلق عليها المنتزة الذهبي، المنتزة الفضي، المنتزة دي نسبه لمنطقه المنتزة في اسكندريه اللي تمام. استنبطها استاذنا الدكتور طه حسين واخرون الله يرحمه من فتره طويله نسبه لمنطقه المنتزة في اسكندريه. في المنتزة الفضي، المنتزة الذهبي، في سلاله يطلق عليها المطروح بالنسبه برضو لمنطقه مطروح لان تم استنباطها في منطقه يعني. برج العرب قريبه من مطروح او الكلام ده كله. في سلاله بيطلق عليها الجميزه، في سلاله بيطلق عليها المعموره، في سلاله بيطلق عليها انشاص، في سلاله بيطلق عليها المنظره، في سلاله بيطلق عليها البندره، في سلاله بيطلق عليها البهيج، في سلاله بيطلق عليها السلام، في سلاله بيطلق عليها الصباحيه الفضي والصباحيه الذهبي. تقريبا كده حوالي 13 سلاله مستنبطه. اخرنا كان في سنه 2017 السلالتين اللي انا قلتهم في الاخر اللي هي المنتزة الفضي والمنتزة الذهبي، دي اللي استنبطها اخواتنا وزملائنا تحت قياده استاذنا الله يرحمه الدكتور طه حسين بمحطه الصباحيه باسكندريه. كان برضو بعض الاساتذه زمايلنا دكتور اسامه محمود واستاذتنا الدكتوره اختنا الدكتوره حنان غانم واخرون مع استاذنا الدكتور طه حسين، دول كلهم اساتذه تربيه في قسم بحوث تربيه الدواجن معهد الانتاج الحيواني، قاموا باستنباط هذه او انتاج هذين الخلطين او الخطين اللي هم الدجاج المستنبط اللي هو الصباحيه الفضي والصباحيه الذهبي نسبه لمحطه الصباحيه اللي موجوده برضو بالنسبه لها. الامراض هي العدو اللدود لاي مربي، يعني هي البعبع بتاعه. تمام. الابحاث وصلتنا لحد فين بحيث ان مثلا اشهر الامراض اللي تم السيطره عليها او المخاوف اللي عند حضرتك بحكم المعايشه اللي تمام. ممكن تصيب اي مزرعه، فبالتالي بتنبه الناس المربي خلي بالك ممكن يجي لك كذا لو عملت 1 2 3. تمام. امراض الدواجن كتير جدا وامراض لا حصره لها. اي واحد مربي يجي يقول له دكتور انا عندي مشكله في المزرعه بتاعتي او الكلام ده كله، حصل عندي كذا حصل عندي كذا ولقيت نسبه النفوق عاليه كذا كذا كذا، اقول له ايه اخبار الرعايه؟ ايه اخبار ظروف التربيه؟ ايه اخبار ظروف الاضاءه؟ ايه اخبار التغذيه؟ دي الحاجات الرعائيه اللي انا ممكن بتكلم معاه فيها. صحيح. انما ما اجي اتكلم عن الامراض، امراض الدواجن كتير جدا. منها امراض بكتيريه، طفيليه، امراض فيروسيه. بتعتبر اخطر الامراض هي الامراض الفيروسيه اللي لابد من مراعاه وضع برنامج تحصين خلال دوره التربيه عشان احصن القطعان بتاعه ضد المرض دي واقيها من المرض ده عشان ما تصابش بالمرض ده. منها بقى امراض خطيره جدا شائعه جدا، ومنها امراض بتطلق عليها في الريف المصري زي مرض الفره اللي هو مرض النيوكاسل.
في مرض بيطلق عليه مرض الجمبورو، وده مرض فقد المناعه بالنسبه للدواجن. في مرض برضو بيطلق عليه زي مرض الايفين انفلونزا او انفلونزا الطيور، ده برضو مرض فيروسي. وفي مرض بيطلق عليه مرض الماريك اللي هو بيعمل الليكوزيس او السرطانات في الدواجن. كل الامراض دي لابد من وضع برنامج تحصيل ليها، بالاضافه برضو لبعض في مرضين مهمين جدا زي مرض بيتقال عليه بالانجلش الانفكشن بروكايتس او الاي بي. مرض الاي بي بالعربي اللي هو الالتهاب الشعبي، وده من اخطر الامراض التنفسيه اللي ممكن تصيب الدواجن نتيجه سوء التهويه، نتيجه زياده الكثافه، نتيجه وجود حاله مرضيه، نتيجه نقل مرض من مكان لمكان. برضو مرض فيروسي سهل ان هو يتنقل. برضو في مرض تاني بيطلق عليه الاي ال تي او بالعربي اللي هو مرض التهاب الحنجره والقسمه الهوائيه. كل الامراض دي امراض فيروسيه لابد من وضع برنامج تحصين ووقايه، سواء انتاج البيض او انتاج اللحم، وعلى حسب العمر وعلى حسب الطريقه. فبالنسبه للمرض بيهمني حاجتين، يهمني برنامج التحصين اللي انا بحطه في البدايه في الدور عشان اقي الطيور بتاعتي، ويهمني طريقه التحصين اللي انا بحصن بيها، لان في اكتر من طريقه. ممكن احط درينكينج ووتر في ميه الشرب، ممكن احصن عن طريق ان انا ارش سبراي على الطيور، ممكن ان انا اروح حاطط مقطر في العين، ممكن اقطر في الفم. كلها امراض سهل جدا ان انا اقيها لو حطيت برنامج تحصين مناسب مع مراعاه عمر العمر اللي انا بحصل عنده. تمام. برنامج بيكون وقائي، بحط العمر، بحط الطريقه، كل ده بما يتناسب مع ظروف البيئه اللي انا بتعامل معاها وظروف اللوكيشن او الموقع اللي انا يعني بتنصح اي مكان في المزرعه. قبل ما يبدا القصه لازم كل الداتا والمعلومات اللي حضرتك بتقول عليها لازم يكون عنده خلفيه، لان هو بيتعامل مع ارواح. تمام. عشان ما يلومش غير نفسه، لان بالنافق بتاعها كتير خصوصا عند صغار مربيين. صح. يبقى المعلومه مختصره او بيعتمد على خبرته ومزارع لحضرتك. يعني الشاهد من كلام حضرتك ان في انواع غير تختلف عن انواع المكان، انت عايز تمام. ايه من المزرعه سواء لحوم او بيض، صح؟ تمام. طيب والامن الحيوي بقى يعملوا ازاي في المزرعه بتاعته؟ هو برضو قبل الامن الحيوي، لما اجي اقول حته صغننه كده لاي واحد مربي بقى عشان ياخد خبره كده بالنظر بعينيه. يعني انا بربي دواجن عندي سواء انتاج بيض او انتاج لحم، بقول له خلي بالك من حاجه مهمه جدا، دي بتنعكس بالايجاب او بالسلب على الحاله الصحيه بتاعت الدواجن. منها ايه هي؟ الفيسيز او المخلف اللي بينتج من الدواجن. اللي هو الزرع بتاع الدواجن. أيوة. اللي هو يعتبر برضو بالنسبه لسلالات الدواجن المحليه والمستنبطه يعتبر ذات العائد المناسب بالنسبه لاي واحد مربي بيربي فراخ بلدي او مستنبطه او محليه، لانه بيعتبر سماد عضوي خالي من اي مسببات مرضيه. صحيح. ممكن انا استفاده كسماد لتسميد التربه الزراعيه بتاعتي، وممكن استفاد منه نسبه النيتروجين بتاعته بتكون عاليه كسماد ازوتي. الحاجه اللي انا عايز اوصل لها بقى بالنسبه للزرع، يجي واحد مربي يقول له يا دكتور انا ظهر عندي الفراخ عندي بتنزل مخلفات او بتنزل زرق لونه اخضر. اقول له لونه اخضر؟ يقول لي اه. ويجي واحد تاني يقول لي لا يا دكتور ده نفس الزرق دوت ظهر عندي في مزرعه تانيه لونه احمر. اقول له برده مفيش مشكله. يقول لي مفيش مشكله. اقول له اه. واحد تاني يجي يقول لي يا دكتور ده ظهر عندي نفس الزرق دوت لونه ابيض. ففي ثلاث الوان، في اللون الاخضر وفي اللون الاحمر واللون الابيض للزرق. لو ظهر عنده اللون الاحمر ده بيدل على وجود مرض الكوكسيديا، ده مرض طفيلي لابد من وضع مضادات كوكسيديا في العلف او في ميه الشرب. يعني ده مؤشر للمرض. للمرض. تمام. الحاجه الثانيه بلاقي في مرض نيوكاسل اللي هو يعتبر من الامراض الفيروسيه اللي انا قلتها في الاول، اللي هو مرض الفره. ده لابد من تحصينه بجرعات معينه وبعترات معينه على اعمار معينه، لان المرض ده بيظهر في ثلاث اعراض. وده برده بالكلام ده لاي واحد مربي، عشان لو عنده الاعراض دي يبقى ده مؤشر لوجود النيوكاسل. اما بيكون حاله عصبيه، الاقي الطائر بيلاقي جناحه ورجله ومفيش توازن في جسمه، والاقي الطائر بيلف بدماغه كده. أيوة. كانه بيعد النجوم. وساعات الاقي برضه الطائر مش قادر يقف على رجليه، بيجي له كساح. كل دي حالات عصبيه للنيوكاسل، دي بتكون عرض. بلاقي ساعات برضه النيوكاسل بيظهر في صوره اسهالات والتهابات معويه، ده نيوكاسل معوي. في بلاقي بعد كده في صوره ثانيه من نيوكاسل بيظهر في حالات عطس ورشح، بيكون نيوكاسل تنفسي. بالتالي لازم يحط برنامج تحصين او يقي الطيور ان هو حاطط برنامج تحصين ضد النيوكاسل ده بثلاث عترات على حسب العمر. تمام. في عتره بيطلق عليها الهيتشنر، وفي عتره بيطلق عليها اللاسوتا، وفي عتره بيطلق عليها الكوماروف. الكوماروف
الرف دي بيتحصن بها الرومي والطيور المائيه، الهيتشنر بيتحصن بيها كتاكيت على اعمار صغيره، اللاسوتا بيكون في دجاج البياض والاعمار كبيره. ده بالنسبه للون الايه؟ الاخضر، واتكلمنا عن اللون الاحمر في الاول. صحيح. اللون الابيض ده في الزرع بيكون برضو مؤشر للاسهال الابيض، او بيكون مؤشر للمايكوبلازما. لابد من وضع انتي بيوتيك في الميه او العلف عشان اخذ الطيور من هذه المشاكل. طيب. بالنسبه بقى لموضوع الامان الحيوي، لابد من في البدايه خالص عشان اقي المزرعه بتاعتي اراعي حاجه مهمه جدا، الابعاد ما بين العنابر وبعضها. انا في ألف ب تربيه دواجن بقولها حتى في اي محاضره باجي اقولها، بقول ان انت عشان تربي دواجن صح لابد من مراعاه ألف ب امان حيوي او باي سكيورتي في ان في المزارع، اللي هي بنقول عليها الباي سكيورتي ان فيري ان 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 بولتري فارمز از فيري جود. بقول ان الامان الحيوي في مزارع الدواجن بيكون كويس. امتى؟ لما باخد ألف ب تربيه دواجن. اول حاجه ودي اهم حاجه لاي واحد مربي، لابد من مراعاه تربيه عمر واحد وتربيه نوع واحد. بربي عمر واحد في نفس المكان، ما ربيش صغير وكبير مع بعض. ليه؟ لان الخلط ده ما بين انك تكمل مزرعتك مثلا خدت منها، لا بيعمل مشاكل جامده، ازمه وازمات. صحيح. وحاجات مشكله كبيره جدا. ليه؟ طبعا معروف ان الصغير مناعته ضعيفه، الكبير مناعته كويسه ومقاوم للمرض. لو الكبير ده حامل للمرض وما ظهرش عليه العرض، ممكن الصغير يتنقل له المرض ويحصل مشكله. الحاجه الثانيه اقول له ربي نوع واحد وعمر واحد. انا قلت نوع واحد عمر واحد، اللي هو بربي يا اما صغير في مكان واحد ونفس العمر، يا اما ربي كبير بس في نفس العمر. تمام. لما اجي اربي بقى النوع الواحد، ما ربيش بط على وز على فراخ. صحيح. على حمام في نفس المكان. يا اما ربي دواجن دجاج، اما ربي بط لوحده، اما ربي سمان لوحده، اما ربي طيور مائيه لوحدها، بط او وز لوحده. اربي نوع واحد. ربيت نوع واحد اربي سلاله واحده، ما اجيش اربي مثلا المنتزه الفضي مع الفيومي مع كذا وكذا كذا. كل الكلام ده صحيح، لازم برضو براعي الكلام ده كله. بالنسبه بقى لموضوع الامان الحيوي، لابد من مراعاه لو انا عندي اكتر من عنبر، الابعاد ما بين العنابر ما تقلش عن 20 25 متر ما بين كل عنبر والتاني لو انا نفس النشاط. لابد من مراعاه عمليه التطهير ما بين كل دوره ودوره بمطهرات كويسه، برش حاجه اسمها فيركون اس، برش ايودين كمطهرات حيويه بتقلل من نشاط الفيروسات، وببتدي ممكن ابخر بالفورمالين مع البرمنجانات بنسبه 2:1 برضو في عمليه التطهير. ولازم بعد كل دوره انظف على الناشف، اشيل اي مخلفات موجوده في الدوره السابقه، اتخلص من الريش، اتخلص من الزرع، اتخلص من مخلفات الدوره، وابتدي ارش ميه عاديه، وبعدين ابتدي ارش مطهرات، وبعدين ابتدي ابخر العنبر واقفله واطهر المعدات بتاعتي، مسائي، معالف، اي حاجه انا عايز احطها. ليه بيحصل الافتراس؟ المرض ده مرض ده ولا عرض؟ الافتراس بين الطيور مع بعضها، هو او بتاكل البيض بتاعها، او تمام. بيحصل الافتراس ما بين نفس النوع بالطائر يعني. تمام. هو مش نفس النوع او نفس المشكله، او ده عرض او ده مرض او الكلام ده كله. انا عايز اقول لحضرتك السؤال ده يمكن بتساله في دورات تدريبيه كتير، بندي فيها محاضرات من بعض المربيين. بعض الناس بيجي يتكلموا معايا، اقول لهم الافتراس دوت ده يعتبر مشكله. المشكله طبعا دي راجعه ليها سبب. السبب دوت ملوش علاقه كمرض، يعني ما اقدرش اقول ان الافتراس ده مرض. الافتراس دوت بيكون مشكله راجعه لاكتر من سبب. منها زياده الكثافه العدديه في المتر المربع، زي ما انا قلت مثلا بنحط من 8 ل 10 في المتر، لو زودت ال 12 14 بالتالي ال 12 14 الحمل الغذائي اللي انا بحطه في المكان ده بيقل للطائر، فالطائر بياخد احتياجات علف قليله، ما بيلاقيش علف ينقر في اللي جنبه، يقعد ياكل في ريش اللي جنبه، يقعد ينقر في اللي جنبه، يعمل افتراس. لا عجبه لون الدم ولون الاحمر بالنسبه للدواجن بيصير للغريزه او الكلام ده كله، وبيعمل نفس النظام. عمليه زي ما تقول يعني الطائر بيبقى نفسه في وحشيه شويه. بيميل، بلاقي في بعض انواع السلالات التجاريه والاقي بعض الديوك بيكون اوزانها كبير في حاله التربيه، بلاقيها بتنهش اللي جنبها وبتبتدي تاكل من اللحم بتاعها، وبيحصل افتراس نتيجه ايه؟ زياده العدد في المتر. تمام. ممكن برضو يكون في الدجاج البياض بيحصل الموضوع ده نتيجه نقص الكالسيوم في العلف، نتيجه سوء تغذيه، بلاقي بعض المقررات الغذائيه بتكون قليله زي الكالسيوم زي الفوسفور زي ايه تاني؟ زي الميثيونين واللايسين، دي من الاحماض الامينيه الضروريه الموجوده في العلف، اللي لو قلت بلاقي الطائر بيظهر عليه الافتراس وبشكل كبير. في برضه حاجه ثانيه، في بعض السلالات بتمتاز، ومنها برضه سلاله الفيوم والحاجات دي، دي لو ما اديتهاش احتياجاتها والكلام ده كله بشكل كويس، وده مش عيب، لا دي بالعكس دي حاجه كويسه، ان الطائر ده يقدر يدافع عن مكانه او مسكنه، لان الطيور البلدي بتاعتنا او الطيور اللي نقول عليها المحليه والمستنبطه عندها ميزه خطيره عن السلالات التجاريه، اللي هي القدره على الرقاد.
القدرة على الرقاد ان هي بتبيض الكام بيضة دولت الانثى وبعد ما تتلقح من الجوك بتاعتها وترقد على البيض ده تطلع كتاكيت بعد 21 يوم بلاقي ان الصفة العصبية بتبقى عصبية شوية خوفا على الصغار بتاعتها اللي هتطلع بعد كده من البيض في سوري الكتاكيت فلاقيها بعد كده لو حد قرب منها بتنقره او بتبتدي تعمل الكلام سلال بلد زي ما حضرتك بتقول صح. في حاجة تانية برضو اهم الاحماض الامنية زي اللايسين والميثيونين دي تعتبر احماض امنية ضرورية لزيادة معدل النمو لو قلت في العلف بيقل معدلات النمو بالنسبه لدجاج التسمين وخاصه برضو في الكتاكيت الكلام ده بيبقى واضح فانا يهمني ان انا اراعي جوده التغذيه اراعي ان انا احط الكثافه المناسبه لكل متر مربع اراعي نوعيه السلاله اللي انا بختارها ملائمه للبيئه اللي انا بربي فيها اراعي ان انا لما اجي احط الدواجن لو ظهر ظاهره زي كده بعض الناس تقول ان انا ممكن اقص المنقار شويه بجزء منه في الاعمار الصغيره وبرضه براعي ان انا لما اجي اشوف حاله زي كده اعزلها ما اخليهاش تتفاقم في القطيع اللي انا بربيه اراعي ان انا لما اجي اربي احط القطعان بتاعتي في مكان مناسب وجيد التهويه لان قله التهويه برضه ممكن تعمل مشكله زي كده والاقي برضه الاضاءه لما تكون الاضاءه خافته قوي او الاضاءه شديده قوي نتيجه شده الاضاءه ما تكون شديده ممكن تخلي الطائر ينقر في اي حاجه جنبه فممكن تخليه يوصل لمرحله الافتراس ليها اعراض كتير جدا فبقول لاي واحد مربي دي مش تعتبر مرض لا تعتبر ظاهره ممكن تظهر على الطيور بتاعتك نتيجه سوء الرعايه نتيجه سوء التربيه نتيجه سوء التغذيه المقدمه للطائر نقص نسبه البروتين وفي العلف ممكن يعمل لي برضه نسبه افتراس نقص الكالسيوم زي ما انا قلت نقص الفوسفور نقص المركزات اللي هي بتتمثل في الميثيونين واللايسين الاحماض الامينيه الضروريه كل دي حاجات ممكنه زياده الكثافه العدديه قله التهويه شده الاضاءه بتزيد كل الكلام ده ممكن لون الاضاءه في بعض الوان الاضاءه زي ما انا قلت في الاول خالص الدواجن بتحب اللون الابيض واللون الاصفر ملائم ليه عشان يزيد معدل النمو بتاعها لما بدي اضاءه خضراء اضاءه حمراء اضاءه زرقاء كل الالوان دي بتنعكس بالسلب على بصريه العين بتاعت الطائر فبالتالي يحصل عنده ظاهره الافتراس ديت او بنقول عليها الكانيباليزم اللي هي الافتراس ان الطائر بيبتدي ينقر في اي حاجه قدامه ونقص التغذيه يعني نقص المكررات كمان دي نسيت اقول لحضرتك نقطه مهمه الطائر بياخد في اليوم 120 جرام دجاج بياض لو قلت ال 120 جرام ديت وقلت كميه العلف المقدمه ما لقاش علف هيعمل ايه؟ هينقر في اللي قدامه ويحصل ظاهره الافتراس دي بشكل كبير. عندنا اكتفاء ذاتي من دواجن البيض ضد المائده؟ الحمد لله احنا في مرحله داخله على الاكتفاء الذاتي لانتاج البيض يعني الحمد لله برضو احنا مصر بتنتج حوالي 1.3 مليار من مليار كيلو جرام لحم في السنه والرقم ده كويس جدا ممكن يكون كيلو جرام او ممكن يكون دجاجه او الكلام ده كله لان ده على حسب لان احنا الحمد لله وصلنا لمرحله بنصدر دلوقتي لبعض الدول العربيه وبعض الدول الاوروبيه تمام استاذنك وبالنسبه للبيض برضه الحمد لله شرفنا بالاتصال استاذه هناء من القاهره اهلا بيكي استاذه هناء الو اتفضلي يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ممكن اكلم الدكتور لو سمحت سامعك الدكتور اتفضلي يا دكتور حضرتك انا لو هربي يعني كميه بسيطه في البيت ارعاها ازاي هي بتتكلم على الحظيره الرعايه بتتكلم عن الرعايه للقطيع الصغير عدد رعايه هو انا عايز اقول لاستاذه هناء يعني الحمد لله وفضل ربنا برضو المربي الصغير لو اتعلم تربيه صح هيقدر يربي يبقى مربي كبير ومربي كبير ناجح تمام. لان التربيه الصغيره بيبقى الطيور قدام عين المربي او المربيه اللي بتربي الدواجن دي تقريبا ال 24 ساعه وعاملين زي عياله كل شويه طالع يحط لهم اكل طالع يحط لهم شرب دول كبروا دول صغروا ده بيبيضوا ده ما بيبيضوش ده وزنهم زادت او وزنهم قلت كل الكلام ده سهل جدا لابد في البدايه خالص اقول لها المفروض المكان يكون امن زي ما احنا قلنا يكون المكان دوت مهيئ للتربيه تكون المساحه مناسبه للعدد اللي بيتربى يعني لو انا عندي مساحه مثلا حوالي 10 متر بقول احط مثلا 10% ممكن احط فيه المكان ده 100 فرخه لو المكان ده مثلا مساحته 5 متر يبقى احط المتر بياخد 10 بحط في المكان ده 50 فرخه يبقى بالتالي لازم مراعاه العدد في المتر المربع بالنسبه لو انا بربي مثلا في اوضه صغيره في عشه زي ما برضو سيد اجدادنا وامهاتنا وكل دول كانوا بيربوا ابتدوا يربوا عشان البيت ما يبقاش محتاج حاجه وتربي نوع واحد بس وتربي نوع واحد وعمر مش واحد مش مع الطيور كلها ما احطش كتاكيت معاه فراخ كبيره ما احطش بط مع وز مع رومي لا هو نوع واحد وتراعي الترتيب بتاع العلف والتسمين البادي غير الناهي غير اللي في الوسط تمام لو هي بتربي بقى تسمين بقول برضو ان زي ما حضرتك يعني تطرقت للنقطه ديت في ثلاث انواع من العلف طب انا ممكن استاذنك ناخدهم برضو بجانب السؤال بتاع الحاج حسين من المنوفيه اهلا بيك اهلا وسهلا يا فندم اتفضل بقول لحضرتك يا فندم كنت
عايز اسال عن منتج بيع وزاره الزراعه يكون بيطلع فراخ اللي هي فراخ الجميزي. طيب دجاج الجميزه اللي انا ذكرته. تمام هتسمع الاجابه دلوقتي. حاضر. بص يا حاج حسين، هو طبعا بالنسبه الاول للجميزه، الجميزه دي سلاله قلنا بتميل لانتاج اللحم، وسلاله النظيف الجميله جدا اللي بتمتاز باللون الرزي، لون الفراخ بيكون رزي، بيكون ابيض في اسود كده، لونها جميل، اوزانها كويسه. الكتكوت برده بيكون لونه رزي كده في الاعمار الصغيره، ابيض في اسود كده ولونه جميل منقط. دي موجوده يا حاج حسين بالنسبه للموجودين في محافظه المنوفيه في محطه الجميزه، هي اسمها المحطه الجميزه، والسلاله بالنسبه للسلاله. تمام. محطة الجميزة دي موجودة في محافظة محافظة الغربية. طيب واضح ان في استفسار تاني من الأستاذة هناء رجعت بالاتصال، أهلا بيك. تمام. اتفضل. أستأذنك نقطة التلفزيون بعد إذنك. أهلا بحضرتك. اتفضل. بقول لحضرتك ماشي حاضر. بقول لحضرتك أنا يعني أنا من محافظة الفيوم. وعايزه اجيب من مكان موثوق منه، اجيب منين؟ حاضر هتسمع الاجابه دلوقتي. هو برضو بالنسبه للفيوم في هناك محطه الفيوم زي ما انا قلت، المحطه دي فيها سلالات قيمه جدا. فيها سلاله الفيومي، وفيها سلاله المنتزة الذهبي، وفيها برضو بعض السلالات زي السلام، وفي سلاله البهيج. هي دول في الفيوم المدينه ولا في مركز؟ هي في مركز العزب بالفيوم. تمام. مركز عزب بالفيوم يعني عنوان معروف يعني. معروفه جدا، والسلالات متاحه وموجوده، كل حاجه موجوده والاسعار مناسبه. وعلى فكره برضو اللي كان الاستاذ اللي كان بيتكلم بيقول ان انا ما اقدرش اخد السلالات اللي عايزينها، لا بالعكس، محافظه الفيوم، محطه الفيوم من المحطات اللي بتحقق نتائج كويسه جدا في بيع الكتاكيت وبيع الفراخ، لدرجه ان بعض المربيين دلوقتي بقى يقبلوا على المحطات بتاعتنا عشان ياخدوا فراخ اعمار. اللي هي فرخه قبل ما تخش في انتاج البيض، ادي ابيع له كتكوت او ابيع له فرخه على عمر مثلا 4 شهور او 5 شهور قبل انتاج البيض بشهر او ايام، بس يكون اسعارها غالي شويه، بس بيكون واخده تحصيناتها وادويتها وكل حاجه. نرجع بقى للتوصيات للاستاذه هناء في سؤالها الاولاني اللي هي تعمل التربيه، الرعايه. بالنسبه للاستاذه هناء، طبعا في البدايه المفروض الاول امسك المكان انظفه واطهره كويس، ارش بالميه الدافيه، اروح بعد كده مرشب ببعض المطهرات واقفله يوم او اتنين، واجي بعد كده بخره بالفورمالين مع البنجانات في طاجن كده زي طاجن الرز. بحط فيه الفورمالين واجي بالبرمجانات اروح حاططها، بس ما اديش فرصه ان الهبو او الدخان اللي طالع ده يجي على وشي عشان ما تعبش تنفسين. بقفل المكان واطهره وانضفه، باجي بعد كده افتحه واشيل بعد كده البقايا بتاعه الحاجات دي، واجي اشيل كل الحاجات اللي انا عملتها، وابتدي اشوف بقى المسائل اللي بتشرب فيها الطيور والمعالف اللي بتشرب فيها الطيور. ابتدي الاول افرش الفرشه بتاعتي، سواء نشاره خشب خشنه او نشاره خشب ناعمه، ولو هي مثلا في مركز من المراكز بيزرع الرز ممكن اخد قش الرز وبطاطه واحطه كفرشه بارتفاع معين، من 5 ل 7 سم في الصيف، ومن 7 ل 10 سم في الشتاء يكون اتقل عشان يدفي الطيور. بفرده من اول عنبر، من اول الاوضه او اول العشه اللي انا بربي فيها او المكان الصغير دوت، من اوله لاخره بنفس الارتفاع عشان ما يبقاش في مرتفعات ومنخفضات اما الطائر يتحرك. وفي نفس الوقت بعد ما افرش بقى الفرشه ابتدي اطهر وانضف المسائل والمعالب بتاعتي، ابتدي اشوف لمض الاضاءه والاضاءه بتاعتي اللي اكمل بيها، عدد ساعات الاضاءه بتاعتي، لان الفراخ بتاعتي انا بربيها بتاخد اضاءه طبيعيه، وبعدين اكمل عدد ساعات الاضاءه. لو هي انتاج بيض بتاخد من 16 ل 17. تمام. الاضاءه الطبيعيه 12 13، اكمل الثلاث اربع ساعات اضاءه صناعيه عن طريق لمض صفراء او لمض نيون، وبعدين بعد كده ابتدي اظبط بقى التهويه بتاعتي، ممكن اعمل شباك صغير ادخل بيه هواء، ممكن اعمل مروحه او شفاط في المكان ده لو مكان برده صغير. صحيح. اقدر ان انا اتحكم في التهويه بتاعتي، واشوف كل فتره ابتدي اتخلص من السبله بتاعتي او الزرق بتاعي بتاع الدواجن دوت، بحيث ان انا اتجنب اي ملوثات ممكن تحصل. تمام. بالاضافه ان انا ممكن عندي قريب من وحده صحيه او بيطريه، اروح اجيب شويه فيتامينات، كل اسبوع احط لهم جرعه فيتامينات عشان ارفع المناعه بتاعتهم. صحيح. في ظل ظروف جو الحر زي دلوقتي مثلا على سبيل المثال، او اديهم رفعات مناعه. تمام. وفي نفس الوقت ادي مضادات حيويه للوقايه من الامراض. تمام. استمتعت بالحلقه اللي جريت بسرعه دي، تحياتي ليك، وزي ما انت حضرتك قلت ده زكاة علم وحق اهالينا علينا، وفي تواصل مع مشاهدنا اللي من شرفنا من الاتصال من اسكندريه بعد الهواء ان شاء الله. ان شاء الله تليفوناتي مع حضرتك كده. واي واحد من المربين يحتاج اي حاجه انا عنايه ليه بدون اي مقابل. تحياتي ليك. ده وده طبيعه شغلنا. اكيد طبعا. مشاهدينا خلصت حلقه النهارده، وان شاء الله نشوفكم في الاسبوع القادم في بيت الخبره، المرشد الزراعي مع المتعلقه دائما زميلتي آية طارق. في امان الله.